إذا مشاهدينا الحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق معي عبر الهاتف مباشرة السيد إبراهيم عزيز رئيس تحرير مجلة مختصة في أخبار السيارات. أهلا بك سيدي. إذا يبدو مساء الخير سيد إبراهيم عزيز. مساء النور أهلا وسهلا. إذا كما سبق وأن ذكرت، ما هو رأيك في هذا القرار وهل جاء متأخرا؟ هي في الحقيقة القرار هذا ما كانش لازم يكون أصلا. أن الحكومة أخذت إجراءات اللي تحدد لي كوتا ديمبورتاسيون تاع لي في كادي اسكادي 2 ملايير دولارات في السنة، وكل متعامل عطات له الحصة تاعو. صح كانت هناك إجراءات قضائية ضد مسؤولين هاد بعض المؤسسات، ولكن الاجراءات اللي جات من بعد البلوكاج تاع لي كونتينر تاع لي كيتسكادي، هذيك اجراءات ما كانتش في محلها خلاص، لان ان كانت هناك مشاكل مع المسؤولين فالمشاكل الخاصه، ولا كانت مشاكل مع المؤسسات تما نقدروا نتفاهموا الاجراءات اللي خدتها الدوله، ولكن الامر يتعلق بالمسؤولين وعلاش يبلوكيو العمل ويبلوكيو الشركات تاعهم. طيب اذا بعد هذا القرار ربما يضمن هذا القرار استمراريه يعني مصانع تركيب السيارات من جهه، ويضمن المحافظه على مناصب الشغل. بصح هذا القرار نتفاهموا مليح عنده دي ريبيركسيون واحد اخرين، لان لو بلوكاج هذا الى انجندري دي فري سوبليمونتير كون ابيل لي سيرستاريس، الى انجندري لي فري دونتربوزاج لي فري سوبليمونتير. شكون اللي راح يخلصهم؟ راح يخلصهم المتعاملين هذوما، ويخلصهم المستهلك. لو ديبلوكاج هذايا يخص حصه صغيره في اقل من شهر، الحصه هذه كاع تروح. جيد، اذا ربما اسعار السيارات سوف ترتفع. راح ترتفع بدون شك، وراح تزيد ترتفع من جراء هذه القرارات اللي خدوها واللي ما كانتش في محلها، لانها ما عندهاش اساس. النهار اللي يقروا باللي يحدوا الاستيراد المستوردات الى 2 ملايير دولارات في السنه، ايزون جوستيفي بالبروبليم تاع لا تريزوري لا ديفيز كي مونكي، و سي اون اكسبليكاسيون كي تيان لا روت. اذا القرار تاع الجيل دي كونت بانكير هذه قرار ما عندوش. نعم، يعني المستهلك الجزائري او المشتري الجزائري هو من سيدفع ثمن الخسائر التي تكبدتها مصانع تركيب السيارات اثر قرار يعني حجز معدتهم بالموانئ منذ الزمن البعيد، والمستهلك الجزائري هو اللي خلص. قرارات غير في محلها تؤخذ من طرف ناس ما همش مختصين وما عندهمش علاقة مباشرة، هما مسؤولين صح، ولكن ما ne maîtrisent pas le secteur convenablement de manière à prendre des décisions solvables. باسكو لو كان كاين مشاكل في الشركات هذوما عوض انهم يعرقلوا العمل تاعهم، كانوا يديروا دي زيكسبير دي ادمينستراتور على راس هاد الشركات، ولا يكونوا يساعدوا المسؤولين لي جيرون في سوسيتي باش ما يعرقلوش الانتاج، باش ما يعرقلوش العمل، ما يعرقلوش السير تاع هاد المؤسسات. طيب ماذا بعد هذا القرار؟ هل يجب اتخاذ اجراءات اخرى للمحافظه على انتاجيه المصانع من جهه، واستقرار سوق السيارات من جهه اخرى؟ هي في الحقيقه يفو اسمحي نتكلم باللغه الفرنسيه. نعم تفضل. لا استراتيجي ناسيونال كيس كون فو فير، حبينا نديروا لاندستري اوتوموبيل صابوي ا سيرتين ريغل، است كون اي اون ميزور دو لو فير؟ نو on ne peut pas le faire, on l'a toujours dit, mais aujourd'hui on s'est lancé. C'est Allah galib, il y a de l'argent qui a été dépensé, des milliards de dollars qui ont été investis dans les usines. Est-ce que ils habsou كلش ونعاودو نولو à zéro ou la نبدلو الاستراتيجية؟ باسكو نكملو في هذه الاستراتيجية غير ممكن. الاستراتيجية كاين استراتيجيات واحد اخرين نقدروا نديروهم، مثلا المستقبل اليوم هو السيارات الكهربائية. دي فيكول الكتريك،
عندنا بلدان مجاوره اللي راهي تشوف البعيد بدات سي لونسي دون لي فيكول الكتريك، لان لي فيكول تيرميك محركات تاع الديزل وليسونس ما عندهمش مستقبل، من على 10 12 سنه يتفقدوا ونعودوا غير احنا في العالم اللي نديروهم. دونك علاش نكملوا في هذه الاستراتيجيه اللي ما عندهاش منهج جيد؟ اذا نشوفوا البعيد ونعاودوا يفو ريفوار لا استراتيجي، يفو ريفوار لي لوا، لي لوا اللي داروا على حساب الناس، ما داروش على حساب اون بوليتيك ناسيونال. سا نا با ايتي في دون لانتيري جينيرال، سا ايتي في دون لانتيري دو سارتان بيرسون. يفو لي ريفوار، يفو ريفوار لي ميكانيزم، مي سورتو لا استراتيجي، واش رانا حابين نديروا. جيد. فقط البارح صرح وزير التجارة عن ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، كيف ترى ذلك؟ هل سيساعد استيراد السيارات المستعملة في استقرار سوق السيارات في الجزائر؟ هي قلناها من قبل ونعاودوها اليوم. هذه السياسة ما تجيب لنا حتى فايدة. واحد الوقت كنا لا بوبيل دو لوروب، كان سيرتان في افريكا اللي راهم لا بوبيل دو لوروب، الطوموبيلات اللي في اوروبا للبلدان تاعهم، باسكو لازم تعرفوا باللي في اوروبا كاين سكون ابل لا بريم على كاس، الطوموبيل كي تفوت 5 سنين مولاها يحب يشري سياره جديده اللي ما تستهلكش بزاف الوقود يعطوا له اون بريم، باش الناس الدول هذه ما تخلصش لا بريم، ما يخلصوش دراهم، يبعثوا السيارات تاعهم لافريقيا. حنا في الجزائر ما عندناش مخبر يقول لك باللي السياره هذه حقا عندها 3 سنوات ولا صالحه للسير، ما عندناش مخبر اللي يقدر يحلل. تقدر تجيب لي طوموبيل في عمرها 20 سنه ويدخلوها الجزائر يقول لك في عمرها 3 سنين، وما تقدريش تتوثقي باللي السياره هذه عندها اكثر من 3 سنين. دونك السيارات هذو تاع 3 سنين ما فيهمش نفع، خاصه وان لو كان تشري سياره تاع 3 سنين من الخارج وتجيبها للجزائر قام لك اغلى من السياره اللي راهي تصنع لهنايا في الجزائر واللي احنا نعتبروها غاليه. جيد. اذا سيد ابراهيم عزيز شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا على المباشر، شكرا لهذه المداخله.